يضع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام صندوقا خاصا على ذمة حرفائه لوضع ملفاتهم. هذا ويوصي أعوان لكنام بوضع المعرف الوحيد ورقم الهاتف حتى يتسنى للصندوق الاتصال بالمواطنين في حال تسجيل نقص في الوثائق، ويأتي هذا الإجراء في ظل الظروف الوبائية الصعبة ومن أجل تفادي الاكتظاظ. أكثر تفاصيل في التسجيل التالي. هايفا غويلة بن سلامة، كهيت مدير الصندوق الوطني للتأمين على المرض. نحب نقول لكم اللي في ظل الظروف الصحية الصعيبة اللي قاعدة تمر بها البلاد والتفشي السريع للكورونا، حاطين على ذمتكم صندوق خاص باش نتفاداو كيك الاكتظاظ ونحافظوا على صحتنا. نحب نفكركم اللي الأوراق اللي تجيبوها والملفات يلزمها تكون معمرة مليح. حاجات مهمة ما لازمناش نساوهم اللي هما المعرف الوحيد، لازموا اللقب، العنوان، رقم الهاتف، باش في صورة أن الملف يكون ناقص وثيقة أو محتاج تصليح نتمكنوا من الاتصال بكم. ونحب نذكركم اللي الكنام عنده عدة مراكز ودور خدمات متوزعة على كامل ولاية القروان، اللي هما بوحاجلة، حفوز، الحاجب، والشرادة، والسبيخة، وهكا تسهل عليكم ونرتحوكم من التنقل ونتفاداو الاكتظاظ. الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يعلن في بلاغ له اليوم كافة المنتفعين بالجرايات أنه سيتم صرفها بداية من يوم الجمعة القادم، وذلك بالنسبة إلى جميع المنتفعين وبقطع النظر عن طريقة الخلاص، سواء الذين تصرف لهم جراياتهم عن طريق الحوالات البريدية أو أصحاب الحسابات البريدية والبنكية. كما أعلم جميع متقاعدي أسلاك الوظيفة العمومية أن جرايات شهر أفريل الحالي تتضمن صرف أول قسط من مجموع 5 أقساط بعنوان مستحقاتهم من مخلفات الزيادة العامة في الأجور للفترة من شهر أوت إلى ديسمبر 2020، وسيتواصل صرف هذه الأقساط بصفة شهرية ضمن جراياتهم إلى غاية شهر أوت القادم.